من خلال هذا الفيديو سوف تتحصل على بطاقة ماستر كارد مجانية، وأيضا سوف تتحصل على هدية تسجيل وهي 5 يورو، قابلة للسحب، قابلة للشراء، وأيضا كما قلنا بطاقة ماستر كارد مجانية صالحة للشراء من الإنترنت. نسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم جديد قناتنا، وشكرا ل 9790 مشترك على القناة. بدون إطالة دعونا ندخل في صلب الموضوع. إذا البنك الذي سوف نشرحه لكم اليوم وهو بنك مايفين، هو بنك بلغاري تقوم بالتسجيل فيه، وراح تتحصل كما قلنا على بطاقة ماستر كارد مجانية صالحة للشراء من الإنترنت، وأيضا على هدية تسجيل وهي 5.2 يورو. فقط تابعوا الفيديو حتى النهاية ولا تفوتوا ولا ثانية ولا دقيقة من الفيديو حتى تفهموا كل شيء فيما يخص هذا البنك، لأنني قمت بتجريبه لدي مدة يعني ربما شهر أو شهرين منذ أن قمت بتجريب هذا البنك، وإلى غاية الآن ما زال يعني بنك جيد وممتاز جدا. سوف أترك لكم رابط تحميل هذا التطبيق، التطبيق الخاص بالبنك، أسفل الفيديو في صندوق الوصف وأيضا في أول تعليق مثبت. بعد ما تدخل على الرابط راح يوجهك على متجر بلاي ستور، تقوم بتحميل التطبيق الخاص بهم والدخول إليه. إذا أول شيء راح تظهر معك هذه الواجهة، كل ما عليك فعله هو الضغط على خيار سينك أب. بعد الضغط على خيار سينك أب راح تظهر معك هذه الواجهة الأولى الخاصة بالتسجيل، فركزوا جيدا في هذه الخطوات. لدينا 3 خطوات أو 4 خطوات حتى نكمل عملية التسجيل بكل سهولة. بالنسبة للأشخاص المبتدئين الذين لا يفهمون، إذا أول شيء كود الدولة، راح تقوم باختيار رمز الدولة الخاص بك، مثلا إذا كنت في الجزائر 213، إذا كنت مثلا في المغرب 212 وهكذا. وتقوم بوضع رقم الهاتف بدون الصفر، ثم تقوم بوضع الإيميل الخاص بك، ثم كلمة السر، ثم MVT كود. إذا كنت تريد أن تتحصل على 5.2 يورو، ولكن بشرط، الشرط سوف نتكلم عليه فيما بعد، إذا كنت تتحصل على هدية تسجيل وهي 5.2 يورو، فقم بوضع الكود الذي ظهر أمامكم الآن في الشاشة وأتركه لكم أيضا في صندوق الوصف. بعدها راح توافق على الشروط، الشرط الأول والثاني، وبعدها راح تضغط على خيار Continue. بعد ذلك تظهر معك هنا الدولة أو ناشوناليتي، راح تقوم باختيار الجنسية الخاصة بك، سواء جزائري، سواء مغربي، سواء مصري، سواء سعودي، كويتي وهكذا، فهم؟ بعد ذلك راح تقوم باختيار العملة، قم باختيار عملة اليورو أو الدولار، من الأحسن أن تختار عملة اليورو، تقوم فقط بالتمرير إلى اليسار حتى يعني تظهر معك عملة اليورو. بعد ذلك راح تقوم بالضغط على خيار كونفيرم أو كونتيني. بعد ذلك في الخطوة الثانية أيضا كما تلاحظون راح يظهر معك الوثائق المطلوبة لتأكيد الحساب الخاص بك، مثلا هنا في الجزائر يطلب منك الباسبور أو جواز السفر، لكل شخص لديه جواز سفر يستطيع أن يفتح حساب، فهم؟ إذا لم يكن لديك جواز سفر فلم يتم قبول وثائق أخرى مثل يعني بطاقة يعني أو رخصة السياقة أو بطاقة البطاقة البيومترية. بعد ذلك بالأسفل راح تقوم باختيار العملة أيضا، وبعدها راح تقوم بالموافقة على الشروط وتضغط على خيار كونتيني. إذا بعدها راح تظهر معك هذه الصفحة، راح تقوم بالضغط على خيار كونتيني. بعدها راح تضغط على خيار ستارت، راح يظهر معك أو يفتح معك الكاميرا حتى تقوم بعمل سكان للباسبور الخاص بك. بعد عمل سكان راح ترسل الملفات، وبعدها راح يقول لك يعني افتح الكاميرا أو الكاميرا الأمامية حتى يقوم بأخذ سيلفي أو أخذ صورة. ويجب أن للصورة يعني أن تقوم بفتح يعني فمك قليلا كما موضح في الصورة حتى يعني يتم أخذ الصورة. بعد ذلك اعتذر معك هذه الواجهة، رح يقول لك أنه تم إرسال الوثائق الخاصة بك بنجاح. الآن حاليا في الخطوة الرابعة رح يطلب منك تأكيد رقم الهاتف الخاص بك الذي قمنا بوضعه في الخطوة الأولى، راح يرسل لك كود في رقم الهاتف، راح تتحصل على ذلك الكود، راح تقوم بوضعه هنا في هذه الخانة، وبعد ذلك راح تقوم بالضغط على خيار كونفيرم في الأسفل. بعدها إخواني الكرام راح يعني الآن تم التسجيل بنجاح، أكملنا الـ4 خطوات المهمة. راح يرسل لك إشعار بهذا الشكل كما تلاحظون، يقول لك أنه الوثائق الخاصة بك تم إرسالها وهي حاليا قيد المراجعة، حوالي 4 أيام 5 أيام راح يتم مراجعة الحساب الخاص بك والوثائق، راح يتم قبولها. بعد قبولها راح تدخل إلى الحساب الخاص بك، سوف تجده بهذا الشكل. بالنسبة لأول شيء وهو بونس التسجيل، بونس التسجيل إخواني الكرام كان
التطبيق او هذا البنك اللي هو بنك مايفين كان يعطي 10 بي جي ان اللي هي 10 ليف بلغاري، كان يعطيها مباشرة بعد تفعيل الحساب. ولكن حدث تغيير. ما هو هذا التغيير؟ انت لن تتحصل على 10 بي جي ان مباشرة بعد تفعيل الحساب، لا، يجب ان تقوم بايداع على الاقل 5.2 يورو في حسابك، وسوف نرى طريقة الايداع في الحساب الخاص بك حتى تحصل على هذه التسجيل اذا كنت تريد ذلك بطبيعة الحال. اذا حتى تقوم بالايداع في الحساب الخاص بك حتى يعني باش تحصل على هذه التسجيل، اين تذهب؟ راح تذهب الى هذه الخانة، لاحظوا هذه الخانة، مفهوم؟ راح تقوم بالضغط على خيار اد بهذا الشكل، راح تقوم باختيار هنا العملة، مثلا عملة البلغارية، كم اريد ان اقوم بالايداع؟ مثلا 10 بهذا الشكل، تقوم بالضغط على خيار اد هنا، اد سورس كما تلاحظون، راح يظهر معك هذه الواجهة، يطلب منك معلومات سواء بطاقة ماستر كارد او بطاقة فيزا. راح تقوم اذا كانت لديك بطاقة ماستر كارد او بطاقة فيزا من اي بنك الكتروني اخر، تستطيع ان تقوم بوضع المعلومات الخاصة بها هنا، رقمها ثم تاريخ انتهاء الصلاحية ثم السي في في، ثم تقوم بكتابة الاسم الكامل الموجود على البطاقة وتضغط على خيار اد، وتقوم باكمال باقي الخطوات حتى تستطيع اضافة الاموال الى حسابك اذا كان لديك بطاقة ماستر كارد او بطاقة فيزا. اذا لم يكن لديك بطاقة ماستر كارد او بطاقة فيزا، هنالك طريقة اخرى لشحن الحساب الخاص بك، وهي عن طريق الايبان. كما تلاحظون هنا، هذا هو الايبان الخاص بك، سوف تجده في الاعلى، لاحظوا يبدأ ب بي جي 18 ام ايجراك اف ان وهكذا. تقوم بنسخه وتذهب الى اي بنك الكتروني اخر، مثل يعني هنا في الجزائر مثلا بايسيرا او وايز او اي بنك الكتروني اخر، ترسل منه الاموال الى هذا الايبان، وراح يعني تقوم هنا في هذه الحاله بشحن الحساب الخاص بك. اذا لم يكن لديك حساب بنكي اخر، اذا لم يكن لديك بطاقه ماستر كارد بطاقه فيزا، فالامر سهل جدا، كل ما عليك فعله هو الاتصال باحدى الاصدقاء او يعني ربما اخوك او يعني صديقك، يعني تقوم بالاتصال معه اذا كان لديه بطاقه فيزا او بطاقه يعني او بنك الكتروني او حساب بنكي، تقول له ان يرسل لك مبلغ معين في هذا البنك وتقوم باعطائه الاموال، مفهوم؟ هذا فيما يخص هنالك طريقتين لشحن الحساب الخاص بك على بنك مايفين. الان طرقنا الى طريقه شحن حسابك على بنك مايفين. الان كل ما علينا فعله هو كيفية الحصول على بطاقة الماستر كارد الذي تتيح لنا الشراء من الانترنت. حتى نكون واضحين، هذا البنك انا قمت بتجريب البطاقة المجانية اللي هي بطاقة ماستر كارد، وقمت بالشراء منها من موقع الاكسبرس، وقامت بالدفع بدون اي مشاكل. بالنسبة للخمسة يورو التي سوف تتحصل عليها في هدية التسجيل، تستطيع سحبها، تستطيع الشراء بها، تستطيع تركها في الحساب، يعني لا يوجد عليها اي قيود، مفهوم؟ رح نذهب هنا إلى البطاقات كما تلاحظون، رح نذهب إلى البطاقة الموجودة في الوسط، نحن ما يهمنا البطاقة الموجودة في الوسط، بطاقتين الموجودة في اليمين واليسار هي غير مهمة ولا تهتم بها أصلا. أنت في هذه الحالة هنا سوف تجدها بهذا الشكل، رح تقوم بالضغط على خيار جيت نيو كارد ماستر كارد، رح تقوم باختيار العملة، مثلا تختار أي عملة تريدها مثلا هكذا، وبعد ذلك تقوم بالموافقة على الشروط، ورح تضغط على خيار جيت ماي كارد. هنا في هذه الحالة يقول لي ايرور انه يعني انا تحصلت على بطاقة، فبالتالي انت راح تحصل على المعلومات الخاصة بها. يطلب منك وضع الاسم واللقب حتى يتم وضعها على البطاقة الخاصة بك، وحتى تحصل على معلومات البطاقة قم بالضغط على خيار مور بهذا الشكل، ثم الضغط على خيار الاول، وراح تتحصل على المعلومات الكاملة للبطاقة، الرقم الكامل لهذه البطاقة، وتستطيع في هذه الحالة استعمالها في الشراء من الانترنت. فكما تلاحظون هنا في الاسفل، قمت بالشراء منها في تاريخ 22 فبراير 2023 من موقع علي اكسبريس، لو تلاحظون في الاسفل قمت بالشراء منها وتم الشراء بنجاح والحمد لله. اذا كان هذا هو الفيديو الخاص بنا نهار اليوم، طريقة التسجيل في بنك مايفين، طريقة الحصول على هدية التسجيل، وايضا طريقة الحصول على بطاقة ماستر كارد مجانية صالحة للشراء من الانترنت. اذا اعجبكم هذا الفيديو لا تنسوا وضع لايك واشتراك في القناة. نلتقي في حلقات قادمة بإذن الله، إلى اللقاء.